لا حدود لعمليات الميليشيا العسكرية على الأرض، ولا أمل في أن مثل هذه السحب ستتوقف أو تنتهي. يحدث في ريف لحج وبالتحديد مديرية القبيضة أن ينزح الأهالي من الجبال بحثا عن الأمان بعد أن وصلت آلة القتل إليهم، فيما اضطر معظمهم للقتال تحت غطاء توفره مقاتلات التحالف. شوف مسألة النزوح حقيقي، فأنا الآن صايم وشلت أسرتي بسبب المشاكل. يضربوا على بيوتنا ويضربوا برضو على أصحابنا، يقول هذا دواعي هنا الإصلاحي وين أصحاب الدقون. لم يتوقع أهالي القبيضة أن تتحول منطقتهم إلى مسرح جديد للقتال مع الميليشيا، ومنطلقا لتهديد معسكرات الجيش الوطني والقوات المشتركة في قاعدة العنت أو حتى باب آخر لتشديد الخناق على تعز من جهة الجنوب. ففي تاريخ الصراع العسكري ظلت هذه المرتفعات خالية من المواقع العسكرية، أما وقد وصلت الميليشيات إلى هذه المنطقة بوابة الدخول إلى المحافظات الجنوبية فذاك أمر يستدعي القلق بحسب خبراء عسكريين. ففي هذا التقدم تهديد لمعسكرات الجيش الوطني وقاعدة العند الجوية التي يتخذها التحالف مركزا لتدريب المقاومة ومنطلقا لطائراته الحربية. في مسرح العمليات هذا تحتشد صورة التصعيد العسكري فتتقلص آمال السلام في لقاء الكويت، وفي هذا مؤشر خطير قد يفضي لفشل المفاوضات بحسب الوفد الحكومي والوسيط الدولي أيضا. الميليشيات في مسار واضح عسكريا وسياسيا إذن، فهي تستمر في توسع خارطتها العسكرية وتوغل في وأد الحاضنة الاجتماعية للمقاومة الشعبية فيما لا تبدي أي تقدير لجهود الحل السياسي. كل ذلك وما تسمى الهدنة والمشاورات قائمة، والمبعوث الأممي يبحث عن خارطة طريق للحل مع تأكيده الحرص على ثبات الهدنة التي لا يشعر بها أحد لأكثر من شهرين.